بدعم من جهاز تنمية المشروعات، أصبح محمود عبد الباسط العامل بصناعة الملابس صاحباً لمشروع كبير يضم عشرات العمال. التنفيذ تم في وقت قياسي بمساعدة جهاز تنمية المشروعات وبإيمان محمود في النجاح وتحقيق حلمه. ابتديت مكنة 2-3 كده، لما لقيت السوق الدنيا كويسة معايا بدأت أعمل منتج يعجب الناس، بدأت أكبر بقى الدنيا شوية. بعد شوية لقيت محتاج تمويل، لازم يبقى في خط إنتاج، لازم يكون في أقسام في المشروع بتاعك علشان تبدأ تنزل السوق تقدر تنافس المنتجات الموجودة. سألت على كذا مكان للتمويل، لقيت ما حدش هيقدر يمول مشروع لسه مبتدئ أو هيديله الفرصة ديت غير جهاز تنمية المشروعات. رحت بصراحة قابلتهم، كانوا ناس كويسين جدا، ناس كلهم متعاونين بصراحة، بس هم بيدوروا على الناس الجادين اللي هم حابين فعلا ياخدوا يعني فكرة المشروع دي بجد. مشروع بدأ في عام 2016 لإنتاج مواد كيميائية تستخدم في الزراعة، وعلى الرغم من حاجة السوق إلا أن صاحب المشروع لم يتمكن من تحقيق الربح، وذلك بسبب عدم قدرته على إنتاج ما يكفي لاحتياجات السوق، حتى جاءت فكرة التوجه لجهاز تنمية المشروعات للحصول على الدعم، وفي وقت قصير تمكن من شراء المواد الخام والمعدات، وأصبح المصنع ينتج الكميات المطلوبة للسوق مما يحقق الربح. الجهاز بيتولى منظومة من البداية للنهاية، بمعنى ان احنا مع شركاء التنمية بنذهب الى الشاب سواء في الجامعات او في النوادي او في الجامعات الاهلية او غيره للتعريف يعني ايه مشروع صغير ويعني ايه ريادة اعمال وازاي يتقدم وكده. عندنا بيتقدم لنا فئة او مجموعة من الشباب، في واحد مش عارف حاجة خالص عن الجهاز ومش عارف يختار المشروع، مش عارف يفكر ازاي يختار المشروع، وشاب يعرف الجهاز بس مش عارف ازاي يختار المشروع، وشاب بالفعل اختار المشروع لكن مش عارف يقيم المشروع ازاي. هنا بنبدأ نديله سلسلة من الدورات التدريبية المجانية، وبنحيث ان احنا بننقله من مرحلة لمرحلة لغاية ما ياخد القرار، ونعرض عليه الدراسات النموذجية والدراسات الاشتراكية اللي عندنا لغاية ما ياخد القرار اللي هو يبدأ يعمل المشروع بتاعه. بدعم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تزد الانتاجية فقط، بل تحققت الأرباح وتم التسويق وتوريد المنتجات إلى محافظات أخرى وتوفرت فرص العمل للشباب.